يظهر وقعنا ولا خد السما علينا. طب انا اذنك بقى يا خبتان وقال لي بقى واحد وشطرت بقى فقال في الدعاية كلام ده ايه يعني خبطنا بتاع دعاية ادي نبع المسامير واللي ارقش الازاز زحمة وواحد يبلع النار تصدق بقى عواس ابن خالي كان نازل ضد شوف العبيط عمل ايه عملته ايه بلع السيف يا خواجة طوله 9 متر بلعه بالعرض مش كده الله انت مين قال لك لا لا ما انا عارف كل حاجه انا عارف يا اخوي طب انا يومها عملت ايه يومها يومها انت لعبت مصارعه مع واخد اسد كانوا مجوعينه اسبوع حد كده وانا بقى واقف لابس له المياه بتاع المصارعه ايه والاسد كمان كان لابس مياه حتتان حتتان السويس شافوا يا خواجه فص مخالفه استنى ايه بس السويس شافوا فص الاسد مخالفه علشان لابس المايوه حتتان ومن غير حزام خلي بالك قول خطف رجله الاسد اسقر حزام خلو قوي وخزموه رقص انت بيقول ايه بس ايه يا حبيبي اخنف الاسد مالك انت لعبته مسرعه مع اسد حلو كده ايه فاكر واحنا بنسدم على بعض خلي بالك مام رحت واخده دماغ اخدك دماغ يا مفيش لجام اما اخدك ايه يا حبيبي مفيش داعي احنا في الاسد ابدا احنا في الاذاعة المهم ايه الاسد هجمته عليه وانت بقى رحت في الستين دخل كوك يا ابني يا خواجه اديني عمر وارميني من فوق المجمع مش مهم عندي دي خدت الاسد دماغ وبعدين صوت واخد اسد يصوت مش انتخابات ايه سخيخ سخيخ طيب وبعد ما صوت بصالي بقى بعد ما صوت الاسد بصالي كده وقال لي بقى كده يا ابو لمعة قلت له كده يا اسد قلت له كده يا اسد احنا كنا اسد بعض من اسد يا خواجة هجم عليا زي الوعد وهو فاتح بقه انت بس انا وسكت لما بقى بينه وبينه كتير كم حاجة بتاعت 2-3 سنت قلت سيبه لما يقرب كبس عليا بقى بينه وبينه 2-3 ما اللي قلت سيبه لما يقرب لا لما يبعد ظريف موت فعلا يومها كنت حموت بقول اخدك دماغ يا حبيبي مفيش لزوم احنا في الاسد اللي هاجم عليك زي الوخص ده كبس عليا لقيت نفسي هروح اوانطة طلعت من جابي حجرين من الزناد دول اللي لما تخبطهم في بعض يولعوا ما انت عارفهم ايه ده عارفهم الحجرين دول لما يتخكوا في بعض يعملوا نار سيبك من ده ازاي بقى اخلص الاسد اللي هاجم عليك وفتيخ لك بقه طب وايه يعني ما انا كمان كنت فاتح لبقي كده ونقرب مني لما بقى نفسه بيحك في نفس زعب ومناخير الاسد دي في بقي نفخت في مناخيره يا خواجه ما لقيتهاش ايه طار من سدة النفخة اغسك لا فضل بصيرك اصل انا يومها كنت واكل بصل لا دي زراندو وس كبير اوي نمشي معك وبعدين ولا كان ما رحت حادف حجر الزناد الاولاني في معدة الاسد ظهر الحجر بقى في معدة الاسد عمل له مغص صرخ انبسطت انا كبس عليا حلو اوي مفيش ثانية يا خواجة مش هتصدقني لا مش هتصدقني بس اقول ما في ثانية يا خواجة لقيت راسي لحد رقبتي ايه جوه بق الاسد كده راسك جوه بق الاسد اللي حصل وبعدين قلت اسال حد خلوة منان راسك جوه بق الاسد وقلت يتقل ما شوف ما اقول لك التقل في الحاجات دي واجب كده قعدت راسي جوه بق الاسد كتير كام سنتين يا راجل انت بيقول ايه سنتين وراسك جوه بق الاسد وانا رايح به الشغل وجاي به من الشغل وده على راسي
رايح السجن وجاي من السجن والاسد مسك في دماغك. اسد ومسك في عظمه يا خواجه. فهمني ازاي انت يا روخ بالاسد السجن؟ امال ايه هيربطني جنبه؟ ايه يعني ما روحش الشغل اترفد؟ مش الفكره يعني انا قصدي نسال يعني ازاي الاسد يبقى على دماغك وتمشي في الشارع بالشكل ده؟ ما انا كنت بلبس عليك اسكاته. لا ادي ما فيش سواس. لا يا واد انت بتزعل ايه؟ وخياط دمي دي حاجه تجنن. راسك جوه بق الاسد ومشي ارقصه. طب ده حسن انا ما قلت لك شيء. لا ما قلت ليش؟ لما لقى دماغي جوه بقه هدي ارقصه في عضمها كده وانا هدي ضحك. نعم الاسد يقرقص وانا اضحك. ها ادي الاسد بيقرقص وانت بتضحك وانا اضحك والاسد يقرقص. انا ارقص يا خواجه والاسد يضحك. كانت قعده انبساط ما فيش كده. وبعدين انت قلت دلوقتي ان دماغك جوه بق الاسد وبيقرقص فيه وانا بضحك. عرفنا دي. وبعدين ولابس انا بقى الطاقيه والناصر. وبعدين ايوه صحيح. وبعدين دي ملهاش حل ابدا حاجه زي ايه الخان الا دي بقى مفيش فايده بقى لازم الواحد يموت فادي. ها وبعدين مات. نعم مات موت. ما هي ملهاش حل الا كده. شوف اسمع بقى. اه احنا لازم نصوت ثلاثة ازاي؟ طب ما انا هقولك اهو. ايه فقال الله قال ده جاي ما تقول انا هاصل تعمل كلمة فالة داي قال كده سبق راسة داي.